يعطيكم العافية. بدنا نحل نيميرو 9 باج 194. عمل لي بنيميرو 9 كونستروي ان ريكتانجل ا بي سي دي تل كو ا بي ايجال 2 سنتيمتر اي بي سي ايجال 3 سنتيمتر. هون ما نمشي بالاكزرسيس ايتاب بار ايتاب. رح نبلش باول ايتاب. اول شي ما نفهمه انه عم بيقلنا كونستروي ان ريكتانجل. ما نرجع نتذكر البروبريتي تاع الريكتانجل. ريكتانجل بس يقول لي ريكتانجل يعني هو عبارة عن باراليلوغرام عنده كاتر انجل دروات. اوكي يعني عنده كاتر انجل دروات. اول شغلة كوتي اوبوزي باراليل ايجو و دياغونال ايجو. هلا نحن الشغلتين رح نشتغل عليهم. الاثنين بروبريتي هي انه كوتي اوبوزي باراليل ايجو وكاتر انجل دروات. هلا كمان في عنده شغلتين، شيء اسمه لونجر شيء اسمه لارجر. اذا جينا طلعنا هون عندي ابي ايجال 2 سنتيمتر وبي سي ايجال 3 سنتيمتر. نحن بنعرف انه الكوتي اوبوزي سون ايجو، يعني الاب والبي سي ما لهم كوتي اوبوزي، هن كوتي كونسيكوتيف. فنحن لنقدر نرسم هذا الريكتانجل بنرسم اول شيء اول كوتي بننقل اطول على طول بي سي 3 سنتيمتر، بنعمل انجل دروات وبنرسم الاب ايجال 2 سنتيمتر. كيف يعني؟ رح نبلش خطوه خطوه. اول شيء رح نرسم البي سي ايجال 3 سنتيمتر. رسمنا الكوتي بي سي 3 سنتيمتر. هلا ما نرسم الانجل دروات. الانجل دروات في ارسمه من البي في ارسمه من السي، بس هون طلع من هي الكوتيتين اللي معي اياها. الكوتيتين اللي معي اياها هي الاب، يعني انا المفروض ارسم الانجل دروات الموجود عند السمي بي. برسم عند السمي بي انجل دروات، نزل بيربونديكولار، هي بيربونديكولار عند البي. رسمنا عند البي بيربونديكولار دروات او ديمي دروات بيربونديكولار بالبوان بي. طيب الخطوة اللي بعدها شو بدنا نعمل؟ بيجي ببلش قيس من عند البي، بدي ارسم الا بي، بلش قيس 2 سنتيمتر، بقيس 2 سنتيمتر، بس اوصل على 2 سنتيمتر بحط البوان ا سمي ا وبمحي كل شيء زيادة. صار معنا الرسم بهذا الشكل. هلا كيف بنكفي؟ مثل ما تعودنا، بس يكون في عنا اثنين كوتي بنكفي على باستعمال الكومبا والراجل الجرادية. يعني بيجي بقيس هيدا على الكومبا بحط الابري هون وبعمل ارك، بقيس هيدي الكوتي بحط الابري هون بعمل ارك تاني. الانترسكسيون بين هون اتنين ارك بيعطيني البوان دي سمي دي. بوصل الدي مع السي وبوصل الدي مع الا، بيطلع عندي ريكتانجل ا بي سي دي. هذا الريكتانجل طلع عنا بهذا الشكل. هلا الخطوة اللي بعدها عم بقول لي خلصنا لحد هون. نحن بنكفي الايتاب التاني بلاس سور بي سي على الكوتي بي سي لو بوان ام، بنحط بوان ام تل كو بي ام ايجال 2 سنتيمتر. يعني بيجي من عند البي بقيس 2 سنتيمتر على البي سي وبحط البوان ام. نرجع على الايتاب اللي بعدها عم بيقول لي بلاس سور ادي على الكوتي ادي، بدنا نحط البوان ان بوان ان تل كو دي ان. يعني انا عندي دي بدي اقيس قد ايه دي ان ايجال 1 سنتيمتر، بقيس 1 سنتيمتر وحط البوان ان، بيطلع عنا البوان ان بهذا الشكل والبوان ان بهذا الشكل. بيرجع بيقول لي كومبليت ا بي سي دي ايت ان ريكتانجل. نحن بنعرف انه الا بي سي دي هو ريكتانجل. ام ان دي سي ام نرسم بنوصل بشكل سكسيسيف، الام نوصلها مع الان، ام موصوله مع الان، ام ان دي سي. بدنا نقول له شو شو هو هذا الام ان دي سي. نوصل الام مع الان ببين عنا، بيرجع الـ A B M N A B M N. يعني نحن المفروض هلأ نوصل الـ M مع الـ N. هلأ الـ M N D C مبين عنا هون M N D C. إذا هاي الـ B M هي 2 سنتيمتر، يعني الـ M سيبها تكون 1 سنتيمتر والـ N D هي 1 سنتيمتر. أوكي صار في عنا 2 كوتي بارالال A A GO، وعندي شو هون أنجل دروا، صار هيدا ريكتانجل. بنرجع بنروح عند ال A B M N A B M N. عندنا ال A B هي 2 سنتيمتر، ال B M بما انه هون 1 سنتيمتر هي بيبقى لها 2 سنتيمتر، صارت هي 2 سنتيمتر وهي 2 سنتيمتر، وهي اللي هون هي اخذت 1 سنتيمتر، يعني كمان هي بيبقى لها 2 سنتيمتر، صار 2 ب 2 ب 2 افيك 2 انجل دروا، يعني صار عندي اياه هيدا كاري. يعني نحن طلع عندنا ال M N D C هو ريكتانجل وال ABMN كري. هيك بكون خلص النيميرو 9. هلا بنبلش بنيميرو 10 باج 180
15. On peut construire un carré PQRS de 4 cm de côté. Chemin d'un carré. Carré, il y a 4 côtés égaux, 4 angles droits. Nous sommes à quel côté? Nous sommes à la perpendiculaire. Ata. Nerja, nous sommes perpendiculaires à Ata ou perpendiculaires à Ata. Rafar, j'ai connu tout à kif. Allez, le côté 4 cm. Yani, fille, belle, je n'ai bil PQ. Nous sommes chez Warabat. PQ. Rafar, sommes à voir chez le PQ. رسمت البي كيو 4 سنتيمتر برجع بجيب الاكور بعد الكيو عند الار برسمه بنزل بيربونديكولير من عند الكيو وبقيس على هذا البيربونديكولير 4 سنتيمتر بيطلع عندي السمي ار بيطلع عندنا هذا الشكل بي كيو ار. هلا من هون في كفي على الكومبا وفي كفي عادي على الريجل جراديه، يعني برجع بجي عند البوان ار برسم بيربونديكولير بقيس على 4 سنتيمتر هذا البيربونديكولار وبيطلع عندي السمي اس، واخر شي بوصل الاس مع البي. هذا الكري بي كي ار اس طلع عندنا اياه بهذا الشكل. بيرجع بيقول لي بلاس اي لو ميليو دو بي كي، اي هي الميليو للسيجمون او للكوتي بي كي. ميليو يعني بيكون بالنص، البي كي هو 4 سنتيمتر يعني الاي لازم يكون على 2 سنتيمتر. حطينا الاي بهذا الشكل ميليو للبي كيو، نرجع بقلي تراس لو سيجمون اس اي، بيجي بوصل الاس مع الاي. هلا نيجي لهون عم بقلي كومبليت بي كيو ار اس، بي كيو ار اس، نحن بنعرف شو البي كيو ار اس، كاري، نكتب له كاري. هلا بيرجع بقلي البي اي اس، بي اي اس كوتي دو تروا، تروا كوتي عنده، يعني البي اي اس بيطلع تريانجل. هلا الاي كيو ار اس، الاي كيو ار اس مبين مثل ما مبين عندي انه عندي اثنين كوتي باراليل، باراليل بس منهم ايجو، يعني بيطلع بي كيو ار اس بيطلع ترابيز. وهيك بكون خلص النيميرو 10.